السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى من الله إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد الإخوان. الفيديو ديالنا ديال اليوم الإخوان غادي نهضروا على واحد السيارة. شحال كطلبوها مني في التعليقات، كطلبوها مني وكنطلب منكم السماحة، وكنعتذر منكم حيت تعطلت عليكم ووقفت هذه السلسلة هذه. وإن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبداو عاود في هذه السلسله ديال السيارات، على كل سياره نهضروا عليها. السياره اللي غادي نهضروا عليها اليوم الاخوان هي فيات بونتو. اش من فيات بونتو اللي غادي نهضروا عليها؟ غادي نهضروا على فيات بونتو جوج، فيات بونتو كلاسيك. هاد فيات بونتو هذه غادي نتعرفوا فوقاش بدات، وشنو هما السلبيات ديالها، وشنو هما المحركات اللي يصلحوا ليك، واش ديال المازوت، واش ديال ليسونس، والى اخره. اجيو نتعرفوا الاخوان على هاد فيات بونتو هذه كلاسيك فوقاش بدات. هاد فيات هادي فيها بزاف ديال لي فاس، بدات من 1999 واستمرت حتى 2012، وفيها عندها بزاف ديال الاسماء. هي اكثريه معروفه فيات بونتو جوج، وكانت معروفه بواحد الاسم اخر فيات زاستافا، ومعروفه بالاسم الاخر اللي خدا واحد الشعبيه كبيره فيات بونتو كلاسيك. وهاد فيات هادي فيها الفاس الاول اللي بدا من 1999 حتى 2003، وفيها الفاس الثاني اللي بدا من 2003 حتى 2006، وفيها واحد النوع اخر اللي هو معروف بفيات بونتو جوج اللي هي كلاسيك، بدا من 2006 حتى 2009، وكاين الفاس ديالو الثاني اللي بدا من 2009 حتى 2012. فين كانت كتجمع وفين كانت كتصنع هاد فيات بونتو كلاسيك؟ هاد فيات بونتو كلاسيك كانت كتجمع وكتصنع في المصنع الام اللي هي ايطاليا، وكانت كتصنع برا ايطاليا بزاف ديال الدول. اجيو دابا نتعرفوا على المحركات اللي خرجت بهم هاد السياره هادي، والسعه ديال المحركات ديالها. نهضروا الاول على المحركات من الفئه ديال البنزين، ومن موراهم ندوزوا للفئه ديال المازوت. المحرك الاول السعة ديالو 1.2 لتر. هاد المحرك هذا فيه جوج ديال الانواع، يعني فيه جوج ديال المحركات. كاين المحرك مول 60 شوفو، يعني 60 خيل، وكاين المحرك اخر مول 80 شوفو، يعني 80 خيل. ندوزو للمحرك اللي موراه. المحرك اللي بعدو السعة ديالو 1.4 لتر. هاد المحرك هذا فيه جوج ديال الانواع. المحرك الاول فيه 93 شوفو، يعني 93 خيل، والمحرك الثاني فيه 95 شوفو اللي هي 95 خيل. ندوزو المحرك اللي بعده. السعه ديال هذا المحرك الاخير 1.8 لتر، فيه 130 شوفو اللي هو 130 حصان. هاد المحركات هادو كاين اللي فيهم 8 ديال لي فالف، وكاين اللي فيهم 12 ديال لي فالف، وكاين اللي فيهم 16 ديال لي فالف. شنو هما احسن محركات اللي كيكونوا صبارين في ليسونس؟ المحركات اللي السعه ديالهم كبيره من 1.4 لتر وانت يا طالع للفوق. ومن طبيعه الحال اذا كان المحرك فيه في 16 فهذاك كيكون احسن محرك، لا في القوه ديالو، ولا في التيراج ديالو، ولا في العزم ديالو، ولا في التسارع ديالو. تعرفنا دابا على المحركات ديال ليسونس، نحطوهم في هذه الجهه. نتعرفوا دابا على المحركات ديال المازوت. المحرك الاول السعه ديالو 1.3 لتر. هذا المحرك هذا فيه 70 شوفو اللي هو 70 خيل. ندوزو للمحرك الثاني 1.9 لتر. هذا المحرك هذا خارج باربعه ديال الانواع، يعني كاين اربعه ديال المحركات، كل محرك في شكل. المحرك الاول 60 شوفو اللي هي 60 خيل. المحرك الاخر فيه 80 شوفو اللي هي 80 خيل. والمحرك الاخر فيه 85 خيل اللي هي 85 شوفو. والمحرك اللي موراه فيه 100 خيل اللي هي 100 شوفو. ندوزو دابا للمحرك اللي موراه. المحرك اللي موراه معروف بالجي ان في، السعه ديالو 1.2 لتر. هذا المحرك هذا فيه 60 شوفو. وهاد المحركات هادو ديال 1.2 لتر في المازوط و 1.2 لتر في ليسانس حاولوا تجنبوهم، ما كننصحكمش بهم نهائيا. اجيو دابا نتعرفوا على الهياكل اللي خرجت بهم هاد السياره هادي. هاد فيات بونتو كلاسيك خرجت بجوج ديال الهياكل. خرجت بالهيكل اللي فيه اربعه ديال الابواب، والباب ديال المالا فيها الزاج خمسه ديال الابواب،
سياره هاتشباك. والهيكل الثاني خرجات بجوج ديال الابواب في الامام، والباب ديال المالا فيها الزاج هي ثلاثه ديال الابواب حتى هي في الهاتشباك. هاد السياره هذه ما فيها لا سيدان، ما فيهاش الفان، وما فيهاش يعني شي سياره كبيره عائليه. اجيو دابا نتعرفوا على الحطه ديال هذا المحرك هذا في قلب الكابو. الحطه ديال هذا المحرك هذا في قلب الكابو فهو على هذا الشكل عرضي. النظام ديال الضخ او ديال الخدمه ديال هاد المحركات هذولا في الديزل ولا في البنزين فهما كيخدموا بالنظام ديال الانجيكسيون. اجيو دابا نتعرفوا على الترانسميشن ديال هاد السياره هذه اللي هو الجير بوكس او لابواط ديال الفيتاس اللي هي السرعه، العلبه ديال السرعات نتاع الفيتاس. هاد السياره هذه خرجات بجوج ديال الانواع ولكن قليل فين تلقاها. خرجت بالفيتاس المانيال وخرجت بالفيتاس الاوتوماتيكي. الفيتاس الاوتوماتيكي قليل فين تلقاه، ماشي منتشر بزاف، اغلبيتها كتلقاها بالفيتاس ديال المانيال. الفيتاس ديال المانيال فيه جوج ديال الانواع، كاين اللي فيه 4 ديال لي رابور وكاين اللي فيه 5 ديال لي رابور. الفيتاس ديال الاوتوماتيك جايه ب 4 ديال لي رابور. اجيو دابا نتعرفوا على النظام ديال السسبنشن في هذه السياره اللي هو جهاز التعليق، ونتعرفوا على النظام ديال الفريناج اللي هو الجهاز ديال المكابح في هذه السياره. اولا نتعرفوا على النظام ديال السسبنشن. النظام ديال السسبنشن في هذه السياره، النظام ديالها الامامي فهو مستقل كل رويضه على حيده، والنظام ديال التعليق ديالها الجهاز ديال التعليق ديالها الخلفي فهو عباره عن بار، يعني ماشي مستقل، الجهاز ديال التعليق فهو مشترك. نتعرفوا دابا على السيستم ديال الفريناج في هذه السياره. السيستم ديالها ديال الفريناج في هذه السياره الامامي فهو ديال الديسك، يعني ديال الديسك، والجهاز ديالها الخلفي كاين اللي خارجه بديال الديسك، وكاين واحد النوع اخر اللي عندها السيستم ديال الفريناج الخلفي ديال الطنبور والامامي ديال الديسك. اجيو دابا نهضروا على العماره اللي كتجي بها هذه السياره هذه. هذه السياره هذه كاين فيها واحد الاختلاف كبير جدا في العماره ديالها. نهضروا الاول على الاجهزه ديال الامان اللي كاين في هذه السياره. هذه السياره هذه كاين اللي فيها النظام ديال الاي بي اس، كاين اللي جايه ما فيهاش النظام ديال الاي بي اس. التحكم الهيدروليكي يعني لاسيستي في السياره فهي كلها جايه بالنظام ديال لاسيستي ديال الزيت في هذا فيات بونتو كلاسيك. وكاين فيها واحد النوع اللي خارجه ما فيهاش لاسيستي، فيها الجهاز ديال التحكم ديال المقود كيخدم بالضوء. الايرباك فيها جوج ديال الايرباكات، الايرباك في المقود ديال السائق والايرباك ديال اللي راكب حداه. هذا الشيء هذا اللي فيها. العماره ديال هذه السياره كاين اللي فيها الكليماتيزور ديال البروده، وكاين اللي ما فيهاش الكليماتيزور ديال البروده، فيها غير سطوفه ديال السخانه. المرايات كيخدموا بالمانيال، كتكون عندك واحد البوطونه كتخدم مانيال هنايا في الجناب باش كتريقل المرايات. الزيجان ديالها الكتريك في البيبان ديال القدام. الزيجان ديال اللور فهما بالمانيبيل، عندهم واحد منابيله باش كيطلعوا يعني مانيال. كاين هاد السياره هذه اللي فيها الريغيلاتور او ما عرف كيفاش كتقولوا ليه، المحدد ديال السرعه، كاين اللي ما فيهاش المحدد ديال السرعه. التراكشن كنترول في هاد السياره هذه راه ما فيهاش، واخا كيكون فيها فهو ما خدامش، بحالو بحال الديكور ديال داسيا، غير حاطينو ديكور هو ما كيديش الواجب ديالو. ولكن الا فيها الاي بي اس فالاي بي اس كيدي الواجب ديالو. باش يجي شي واحد يدخل يقول لك الاي بي اس هو التراكشن كنترول، كنقول لك اخويا سير تعلم الميكانيك عاد باش تجي تهضر معايا. الاي بي اس لا علاقه ليه مع التراكشن كنترول، والتراكشن كنترول لا علاقه ليه مع الاي بي اس. هذه المساله باش نكونوا متفاهمين عليها. نهضروا دابا على الكونسوماسيون ديال هاد السياره هذه في البنزين الاول، وندوزو للمازوت في الثاني. السعه ديال الخزان ديال الوقود في هذه السياره هذه كاين اللي كتهز 40 لتر وكاين اللي كتهز 60 لتر. الكونسوماسيون ديال هذه السياره هذه في البنزين داخل المدينه كتكونسومي حتى ل 8% على حساب الرجل ديالك. الا كنتي شي انسان محترف في السياقه كتكونسومي ليك 7% فهي اقتصاديه بزاف. خارج المدينه في ليسانس كتكونسومي ليك 6% فهي سياره اقتصاديه. في المازوت هاد السيارة اقتصادية في المازوت بواحد الشكل كبير. داخل المدينة كتستهلك 7% وخارج المدينة كتستهلك ديك 4.5% حتى 5.5%.
100%، وهذا الشيء هذا على الطريقه ديال التعامل ديالك مع السياره وعلى الطريقه ديال السوغان ديالك. شحال ما كنت انسان ذكي، شحال ما كتقتصد بزاف في الاستهلاك ديال الوقود، سواء في الديزل سواء في البنزين. اجيو نتعرفوا دابا على الهيكل ديال هذه السياره هذه، واش صبار واش ماشي صبار، واش صحيح واش ماشي صحيح. الهيكل ديال هذه السياره هذه فهو صبار، الله يامرها دار، صحيح مزيان، كيهز الثقل، الثقل يعني في المتناول، وتسافر به وترجع به بالفضل ديال الله، سالم غانم وبخير وصحه سلام. ملي كنقول لك هذه السياره هذه صحيحه، اللي خاصك تفهمه ماشي تمشي تدخل بها في حيط وترجع عندي وتقول لي السياره ماشي صحيحه، لا، ومتمشي تهز عليها الثقل، تعمرها بالثقل وترجع عندي تقول لي السياره كتفشل في الطريق، لا اخويا، السياره عندها واحد الثقل محدد كتسافر بها وكتمشي بها بداك الثقل ديالها المحدد. نهضروا على الهيكل ديالها، على المحرك ديال هذه السياره هذه، واش نقدر نسافر به المسافه الطويله، واش يضر معايا المسافه الطويله، والسخانه ديال المحرك كيفاش دايره. هنا حل معايا ودنيك مزيان الا كنتي باغي تكسب، يعني باغي تكسب هذه السياره هذه وتسافر بها سواء في المازوت سواء في البنزين. هذه السياره هذه الا بغيتي تكسبها وتسافر بها في المازوت او في البنزين، بعد على المحركات اللي كتكون السعه ديالهم 1.2 لتر. هاد المحركات هادو ما صالحينش ليك. علاش ما صالحينش ليك؟ ما صالحينش ليك للمسافات الطويله. هاد المحركات هادو صالحين ليك القلب المدينه فقط. شنو هما المحركات اللي غادي يصلحوا ليك؟ يعني تضرب بهم مسافه طويله وكتكون السياره كتمشى، ماشي تسمع مسافه طويله تخبط 120 140 تمشي مرح، لا، السياره باش كتبقى مرحه 100 بركه عليك، انت مرتاح، الجيب ديالك مرتاح، المحرك ديال السياره مرتاحه، كتحاول على صحتك وكتخاف على صحتك وكتخاف على سيارتك، كتمشي ب 100 بركه عليك. المحركات اللي يصلحوا ليك من 1.4 لتر او 1.3 لتر وانتايا طالع للفوق. هاد المحركات هادو الله يامرها دار. كيفاش الحراره والسخونيه ديال هاد المحركات هادو؟ السخونيه ديال المحرك الا بغيتي تحافظ عليه دائما، كنقول لكم السيارات ديال 99 لتحت كنديروا ليها الزيت ديال 10 دوبل في 40، 10 دوبل في 30، والماء كنديروا ليها الماء مخصص للجهاز ديال التبريد، ما ديرش ليا الماء ديال الروبيني وما ديرش ليا الزيت ديال 15. هنا كتقتل المحرك ديالك، والحراره كتولي كطلع وكتقتل المضخه ديال الزيت وكتقتل المضخه ديال الماء بالماء ديال الروبيني، بلا ما نبقاو نتناقشوا دائما في هذه المساله. المحركات او السيارات اللي من 2000 حتى 2012، شنو هما الزيوت اللي كيصلحوا لهذه السياره هذه؟ هاد السيارات هادو كاملين الزيت ديالهم 5 دوبل في 40، 5 دوبل في 30. زغبك الله وبغيتي تغير الزيت، كدير الزيت ديال 10 دوبل في 40، 10 دوبل في 30، وياك تسمع لذاك الميكانيكي المكلخ يقول لك لا السياره شحال تمشات، وتمشات 250 الف كيلو، لا دير ليها الزيت ديال 15. هذا الميكانيكي هذا بكل احترام، وكنحترم جميع الميكانيكيه، راه اخويا انت الا كتفكر بهذا التفكير هذا لا علاقه لك مع الميكانيك، حط البلوزه ديالك سير خلي الناس اخرين اللي باغيين يخدموا الميكانيك. هاد السيارات هادو الماء ديالهم شنو هو الماء المخصص ليهم؟ الماء المخصص ليهم الجهاز التبريد ديال الرادياتور، ما ديرش ليا الماء ديال الروبيني، ما ديرش ليا الماء ديال المصبانه، ما ديرش ليا الماء ديال الكليما نتاع الكليماتيزور، دير ليها ماء يكون مخصص للجهاز ديال التبريد. كان ربي حن عليك وعندك الفليسات، حاول دير ليها الماء اللي كيكون دوريجين 100%. كانت يعني الله يحسن العوان، كنا فقراء تحت الله، حتى شي واحد ما عالي على شي واحد. كانت الحاله ديالك ضعيفه، دير ليها الماء ديال 50 50، يعني 50% ديال البرودوي و 50% ديال الماء نتاع العادي. هنا السياره ديالك ما عمرك تسول في السخانه، ما عمرك تسول في اي حاجه. نهضروا دابا على السلبيات اللي كاينين في هذه السياره هذه والمشاكل اللي كاينين فيها. اول مشكل كاين في هذه السياره هو لومبرياج، دائما غتبقى خدام على الديسك ديال لومبرياج، وكتبقى خدام على البلاطو، وكتبقى خدام على الانفلاما. الانفلاما شنو هي؟ هي هذيك لابيتي، كتقولوها نتوما بالعربيه ديالكم كتقولوا ليها لابيتي، حنا كنقولوا ليها انفلاما، والبلاطو كنقولوا ليه البلاطو، والديسكو ديال لمبراغي كنقولوا ليه الديسكو ديال لمبراغي، نتوما كتقولوا ليه الديسك ديال لومبرياج. هادو
دائما كتبقى خدام عليهم، ولكن باش دائما كتبقى خدام عليهم حيت الديفو كيكون فيك انت. هاد السياره هادي ما كتبغيش مثلا تبقى واقف قدام ستوب مخلي البروميير داخله وعافط لي على البيدال ديال الامبراغي ديال لومبرياج، لا غير كتبقى دائما هكا دائما هكا دائما هكا، كتخرج ليها على الديسك وعلى الانفلاما ديالها اللي هي لابيتي وكتخرج ليها على البلاطو. هذا هو العيب الاول اللي كاين في هاد السياره هادي، فيها هاد لي بياس هادو ماشي صبارين. المشكل الثاني كيكون عندها ديال البوراج، السياره كتبورها بالزربه الا كتحطها في الشتاء وفي الشمس، ما كتبغيش الماء بزاف. ثاني مشكل اللي كاين في هذه السياره هذه، يعني انا كنصحكم بالسيارات في هذا فيات بونتو كلاسيك او فيات بونتو جوج ام كا جوج، كنصحكم بالمحركات ديال البنزين ديال ليسانس. علاش؟ المحركات ديال ليسانس ما فيهمش المشاكل بزاف، سيرتو الا كنتي مبتدئ في السياقه او اول مره غادي تكسب سياره، عكس السيارات ديال الديزل فيهم بزاف ديال المشاكل. ما يهمكش الاقتصاد، الاقتصاد ما يهمكش، اللي يهمك هو انك كتحافظ على السياره ديالك وكتنقص شي شويه في الفلوس، واخا سياره ديال ليسانس راها اقتصاديه. هادو هما المشاكل اللي كاينين في هذه السياره هذه. القطع ديال الغيار اهم حاجه، هي القطع ديال الغيار في هذه السياره واش موجود واش ماشي موجود، واش كاين واش ماشي كاين. هنا كاين واحد الجدل كبير، غادي تسول شي انسان غيقول لك لا هرب ما كاينش القطع ديال الغيار، تسول شي انسان لا هرب القطع الغيار ديالها راه غالي، لا هرب لا هرب لا هرب. لا اخويا علاش غادي يهرب؟ مالو غادي يشري، غادي يشري غول ولا غادي يشري شي وحش غادي ياكلو؟ القطع ديال الغيار اخويا ديال هذه السياره هذه موجود كاين. علاش؟ حيت كاين فيات بونتو نوفو، والمحرك ديال فيات بونتو نوفو والمحرك ديال هاد السياره هذه اصلا هي راه من 1999 حتى 2012، يعني الا جلستي وكتفكر بالعقل راه نفس القطع ديال الغيار ونفس اي حاجه. كانت عندك شي وحده ديال 2003 2004 2005 2006 المحرك ديال النوفو كتجيبو كتركبو فيها من هنا مع راساتك، يعني القطع ديال الغيار ديالها موجود. القطع ديال الغيار ديالها واش غالي واش رخيص؟ هنا فين غتحلوا معايا ودنيكم مزيان. القطع الغيار اللي مزور راه رخيص، القطع الغيار اللي دوريجين راه غالي، ماشي غالي بزاف، يعني في المتناول. وصلنا الخوت للنهايه ديال الفيديو، بارطاجيو المعلومة مع الناس اللي ما عارفينش، واسمحوا لي الا كان الفيديو طويل، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.